انا شاب انجل الكمباشاوي، عايزين نقول لك منوره الدنيا وتجربه مختلفه عشتيها في اختفاء مع نيلي كريم، فعايزين نتكلم عنها طبعا. صراحه كانت تجربه رائعه. فكره عصر الستينات انا كنت بحس اني بخش المكان لوكيشن اللي هو لوحدك، انت دخلت في الستينات، اللبس، الميك اب، الشعر، كل حاجه بتديك الاحساس طبعا، غير المود حواليك، طريقه الكلام، في هدوء كده وفي فاهم روح. ايوه روقان زي ما انت بتقول. حبيت الفتره دي، انا تتمنى انك تعيشيها فعلا ولا لا؟ اتمنى جدا. من احلى الفترات. ايه الجمال ده يعني؟ بص، هو كل فتره وليها جمالها ورونقها، بس دايما الواحد بيحب يعيش الفترات بتاعت زمان كده. عايزين نعرف رايك كده في التعامل مع نيلي كريم ومحمد مدحت، كرو العمل كده كان اخباره؟ كرو العمل كان رائع بجد، كنت انبسطت معاهم جدا. نيلي كريم كنت عامله صاحبتها، فكانت دايما جنبي ودايما معايا. محمد ممدوح قوه تمثيل رائعه. محمد علاء، لا بجد كل الناس كانت رائعه معايا. الاختفاء هل خطوه ان انت تشاركي في اعمال تانية اكتر اهميه، ولا لسه برضو الحاله اللي فيها الدراما مش مديه صوره كامله دي؟ هو طبعا انا من جوايا طبعا حابه ان انا اشارك في اعمال قويه ودراما اكتر، لسه طبعا الدنيا مش متظبطه، بس ادينا بنتحرك يعني. كان ليكي تجربه مميزه مع عادل امام في العراب، عايزين نتكلم عنها كمان طبعا. التجربه دي كانت رائعه صراحه. هو كان عايز حد يقف قصاده، بس كان عايز حد مذيع يعني، علشان خاطر تبقى تقف قصاد يعني عادل امام يعني. بس انا اول ما قابلته قال لي لا سيبي السكريبت ده ارميه خالص، تعالي لي بقى كده نقعد. وقعد بقى يقول لي بصي انا هقول لي كذا كذا كذا، فقلت له نعم، قال لي هو ده اللي انا عايزه. وقعدنا نتكلم كده، قعدنا مثلا ساعتين، اللي هو انا ما كنتش عايزه امشي. وبجد كانت من التجارب، مع ان هو مشهد صغير، بس من التجارب اللي كانت قريبه قوي لقلبي. يعني في كلام دلوقتي ان الزعيم صحته مش كويسه او يعني ومسلسله متوقف حاجه، فلو انت بتقولي رساله للزعيم حابه تقولي له ايه؟ يعني لو صحته فعلا مش كويسه، يا رب يا رب يقومك بالسلامه، وان شاء الله يعني ترجع تنور الشاشه تاني ودايما تبقى الزعيم. عملك كمذيع عايزين نتكلم عنه، هل هيكون في برضو برامج الفتره اللي جايه ولا هنركز تمثيل اكتر؟ بص، هو انا الفتره دي مركزه تمثيل اكتر. بس الزعيم. الزعيم طبعا. وطبعا حابه امثل جدا 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 مع الفنانه يسرا، بحبها حب غير طبيعي يعني. انجي، ملامحك الغربيه شويه ممكن تحصرك في ادوار معينه ولا ايه رايك؟ بص للاسف مع ان في الاول في الاخر انا مصريه وفي كتير قوي مصريين بالملامح دي، بس دايما الواحد بيستسهل شويه ان هو يشوف لا دي شكلها مش مصري فبلاش تتحط في الدور ده، مع ان زمان ناديه لطفي كانت بتعمل ادوار يعني اللي هو كانت بتعمل معلمه وهي بلوندايه، فاللي هو في الفكره ان زمان كان الموضوع اسهل شويه، دلوقتي صعب بسنه، بس هو بدا يعدي. ميرسي، كلك ذوق، شكرا.